تراثنا معرض عملاق للحرف اليدوية والتراثية المصرية، بينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. أكتر من 1500 عارض بيقدموا إبداعاتهم وبتدعمهم الدولة بقوة، وكفاية إنه حظى بشرف افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعالياته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المعرض ضم الحرفيين في عشرات الصناعات زي صناعة الجلود والكليم واستخلاص الزيوت الغذائية والعلاجية والمخبوزات والخضر والفاكهة المجففة، وكمان الأغذية العلاجية والأساس والزجاج الملون والمعشق والأخشاب والنحاس والفخار، بخلاف النسيج والتطريز والإكسسوارات والسجاد الحرير وغيرها من الصناعات المذهلة في دقة تصنيعها وجودتها، وكله يدوي أو تراثي، ودي حاجة بيقدرها ويحترمها العالم كله. تعالوا نشوف معرض تراثنا من خلال برنامج الجدعان، يعني هنرصد قصص النجاح ونتعرف على التحديات اللي بتواجه كل قطاع في الحرف اليدوية والتراثية وإزاي نقدر نساعدهم. في البداية هنقابل أماني حماد، وهي مصممة شنط وإكسسوارات حريمي ورجالي من الجلود، وكمان عملت تصميم بديع لكتب البردي اللي ممكن استخدامها كديكور جميل جدا، والعلامة التجارية بتاعتها اسمها مانو لاين. فنانة أماني حماد، عجبني الشغل، عجبني أفكارك اللي بره كل الصناديق اللي عرفناها. وأكتر حاجة وقفتني فكرة بديعة جدا بس ممكن تقلب العالم، كتاب من البردي يتحط في استقبال في أي بيت، اللي داخل واللي خارج يقول شكرا ان انتوا جبتوا لنا حاجه زي كده، شكلها شيك قوي، وكل وجواها ده ورق برضو، صح كده؟ اه ده ورق برضو. انا عايز بس اوريها للناس. بصوا يا جماعه، كتاب من البردي بديع جدا. نبدا الحكايه. اتفضل. اماني حماد من المحله الكبرى، خريجه اعلام زميله، ولكن احترفت صناعه الشنط والمحافظ رجالي وحريمي. بالزبط. البدايه ازاي؟ هو الموضوع كان هوايه في الاول خالص، انا ما درستش اي نوع من انواع الفنون، بس هو ممكن من صغري أنا بحب أعمل مجسمات، أرسم الحاجات دي، ألوين كده، بحب تركيبات الألوان قوي. جيت في وقت في سنة 2000، آخر 2017 بالضبط، بدأت الفكرة تيجي ببالي أن أنا ليه لا أن أنا أعمل شنطة من الجلد الطبيعي. بدأت أتفرج على اليوتيوب الناس الأجانب اللي هم بيصنعوا الجلد الطبيعي، دخلت على المصانع بتاع جوتشي وشمال واكتر من مصنع. احنا رايحين للعالم كده. طبعا شاطره. بدات اشوف التقفيل بتاعهم بيقفلوا ازاي، بيعملوا ايه. قعدت 6 شهور قاعده اتفرج على فيديوهات بس، ما بعملش حاجه تانية. وبعد كده خلاص قررت ان انا ابدا اجيب جلد واجرب وكده. حتى كمان ايامها ما كانش لسه موضوع الجلد ده انتشر قوي، يعني ممكن السنه اللي فاتت بس بدا يبقى فيه ناس كتير قوي يهتموا بالجلد الطبيعي. متوفر ليكي في الصناعة دي يعني في مصر هنا، حسب بتأثير المشروعات اللي أقيمت للنهوض بصناعة الجلود في مصر، ووفرت لك الجلود اللي انت محتاجاها؟ ممكن السنة دي بالضبط، يعني السنة دي أو اللي قبلها بالضبط، يعني ابتداء من 2020 بدأ يبقى فيه اهتمام واتجاه لترويج الصناعات دي. ومواصفات قبلة للتصدير، يعني الجلد بتاعك يروح بره يتقبل؟ درجة أولى، هو أصلا جلد معدل التصدير أساسا. الحمد لله قدرت أخد من المصنع ده الجلد بتاعي، حتى أنا عندي تميز في الألوان، يعني ممكن ما تلاقيش الألوان دي بالكواليتي دي بره. فلا أنا الحمد لله المنتج بتاعي أنا واثقة منه لدرجة أن أنا بدي كمان جارانتي لمدة سنتين. محتاجين وإحنا أصحاب حرف يدوية خدمات عديدة جدا، منها خدمات التشبيك، إن إحنا تشبكينا مع شركة تقدر تسواني، تشبكينا مع حد يقدر يعمل لي خطة ماركتنج أو تسويق كبيرة للمنتج بتاعي. تمام. محتاجين نتحط في المواقع العالمية، محتاجين معارض دولية نشارك فيها. ياريت. كلام ده رأيك فيه إيه؟ إحنا محتاجين جدا إن إحنا نعمل معارض دولية. يعني المشكلة كل 6 شهور مجموعة تطلع بالنيابة عننا كلنا. وبعدين احنا النهاردة 1500 عارض في تراثنا. ايه المشكلة ان انا اعمل مهرجان للتسوق زي دبي؟ ليه لا افتح ابواب السياحة مع ان انا ازود شوية في العارضين كمان، مع اني اجيب عارضين من الخارج ونبقى زي مهرجان تسوق زي بتاع دبي. طب خليني اقول لحضرتك حاجة بمناسبة الرقم اللي حضرتك ذكرتيه، 1500 عارض في معرض تراثنا. تمام. مش آن الأوان إن إحنا نحط معايير
للحرف اليدوية والتراثية؟ يا ريت احنا يعني بنطالب بده، لان لازم يكون في لجنة تصنيف للمنتجات. يعني مش اي حد يقول انا بتاع حرف يدوية، مش اي حد يقول انا بشتغل في تراث. يعني ده ليه ضوابط معروفة طبعا. يعني المفروض اليدوي ده يكون يدوي A to Z. يعني مثلا احنا بنجيب الجلد بنقطعه يدوي، بنخرمه يدوي، بنبدأ نعمل البطانة ونلزق ونخيط يدوي. بدأت المشروع ده العظيم ده بكام حجم السمار؟ هو أنا بدأ بداية حقيقية ب1200 جنيه. والله ما شاء الله عليك. بس يعني بدأت في النص كنت بغذي شوية، يعني أبدأ أحط، بس بعد كده بيبقى فيه ناتج. بس اللي هو يوم ما بدأت بداية فعلية وعملت فيديو كده كان ب1200 جنيه.